انتهى عصر الوفرة. بهذه العبارة القاسية صدم الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرو شعبه بأن عصر الوفرة والرخاء الاقتصادي قد انتهى. جونسون رئيس وزراء بريطانيا يصارح شعبه: لن نستطيع مساعدة الجميع في أزمة ارتفاع تكاليف المعيش. والصحف البريطانية تطالب الشرطة بالتسامح مع لصوص الطعام. أما ألمانيا أقوى اقتصاد أوروبي فطلبت شعبها بالاستعداد لانقطاع متكرر للكهرباء وتخزين احتياجاتهم الأساسية من الطعام تحسباً لحال الطوارئ. الاقتصاد الأمريكي أقوى اقتصاد في العالم ينكمش لأول مرة منذ عشرات السنين. ومظاهر ثورة الجياع تطل برأسها من تكرار حوادث اقتحام جماعي لمحلات السوبر ماركت. وكل مؤشرات الاقتصاد الدولية بتقول إن كل اللي فات كان مجرد موجة أولى وإن القادم أسوأ. وإذا كان ده حال الدول الكبرى، فماذا عن مصر؟ هل مصر مستعدة على تحمل ما قسم الدول الكبرى؟ ما هو مستقبل الاقتصاد المصري في ظل أعنف أزمة اقتصادية في التاريخ الحديث منذ الكساد الكبير في عشرينيات القرن الماضي؟ هل مصر كتب لها النجاة من مطحنة أزمة الاقتصاد العالمية؟ أم أن صمود مصر الفترة الماضية كان وضع مؤقت ولنستعد للقادم الأسوأ؟ كيف ترى المؤسسات الدولية مستقبل الاقتصاد المصري؟ هو ده موضوع حلقتنا النهاردة. في ظل ما معظم رؤساء دول العالم بيحذروا شعوبهم من ان أزمة الوفرة انتهت، يخرج علينا الرئيس المصري ويقولها بكل ثقة: انزلوا الأسواق وخدوا كل اللي انتوا محتاجينه، احنا عاملين حسابنا على كل شيء. وطول الشهور الستة اللي فاتت رغم اختفاء سلع كتيرة أساسية من أسواق الدول الكبيرة زي الزيت في ألمانيا ولبن الأطفال في أمريكا، لم تشهد مصر أي نقص في أي سلعة أساسية. والسؤال المهم: إزاي ده حصل؟ طيب، في ظل إن البنك الدولي أعلن تباطؤ النمو في معظم دول العالم وعلى رأسها أمريكا اللي اقتصادها انكمش بنسبة ناقص 9%، البنك الدولي بيعلن تحقيق مصر رابع أعلى معدل نمو في العالم بنسبة 5.9%. طيب، الغريب برضو هو إن الأزمة العالمية اتسببت في رفع معدلات البطالة في معظم دول العالم، ومع كده انخفض معدل البطالة في مصر إلى 7.2%، وهو أقل معدل بطالة من 20 سنة. طيب، صندوق النقد بيقول إن مصر أصبحت رقم 35 عالميا من حيث أكبر الاقتصاديات في العالم في عام 2022، وارتفع الناتج المحلي الإجمالي لأول مرة إلى 436 مليار دولار، يعني حوالي 9 تريليون جنيه. الكلام ده مش كلام ولا حتى كلام الحكومة أو الصحف المصرية، ده كلام المؤسسات الدولية المتخصصة. عشان كده السؤال المهم هنا: إزاي ده حصل؟ إزاي دولة خارجة من ثورتين ثم أزمة كورونا ثم تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية وحرب شرسة مع الإرهاب تحقق كل النتائج والإشادات الدولية دي في الظروف الصعبة دي؟ قبل ما نجاوب على السؤال ده، خليني أزيدك من الشعر بيت علشان الناس اللي بتقولك إن مصر هتفلس أو مصر بتواجه مشاكل في دفع التزاماتها الدولية. هل تعلم إنه في العام 2022 رغم تضرر كل الاقتصاديات الناشئة بسبب هروب الأموال الساخنة بسبب رفع الفايدة في الفيدرالي الأمريكي، حققت مصر أعلى دخل من العملة الصعبة في تاريخها، وهو اللي أنقذ الدولة المصرية من مصير دول أخرى زي سريلانكا مثلا. أولاً، ارتفعت الصادرات المصرية وبلغت 45 مليار دولار لأول مرة في تاريخها بعد ما كانت لا تتجاوز 20 مليار دولار فقط من 3 سنين. ثانياً، ارتفع إيرادات قناة السويس لأكبر رقم في تاريخها عند 7 مليار دولار، علشان الناس اللي بتقولك هي قناة السويس الجديدة لازمتها إيه؟ ثالثاً، ارتفعت إيرادات السياحة لأكثر من 14 مليار دولار لأول مرة من سنة 2011 قبل ثورة يناير. رابعاً، ارتفع تحويل المصريين في الخارج لأكثر من 32 مليار دولار داخل النظام المصرفي الرسمي بعد القضاء على السوق السوداء والإصلاح الاقتصادي في عام 2016. خامساً، ارتفاع الاستثمار الأجنبي المباشر اللي وصل ل 7.3 مليار دولار،
لتحتل مصر المركز الثاني عربياً بعد الإمارات وقبل السعودية، والمركز الأول إفريقي. وهنا نرجع للسؤال الرئيسي، إزاي ده حصل؟ الإجابة ببساطة في جملة من كلمتين، التخطيط الاستراتيجي المتقن والرؤية الاستباقية الثاقبة. من 2014 ومصر قررت إنها ما تأجلش حل مشاكلها وتواجهها علشان اليوم ده. اهتمام الدولة بضرورة الإصلاح الاقتصادي وتعويم الجنيه في 2016 رغم المعارضة الشعبية كان سبب ارتفاع الاحتياطي النقدي ل 45 مليار دولار، وهو اللي كان سبب رئيسي في قدرتنا على امتصاص الأزمة النهاردة، واللي أدى أيضا للقضاء على السوق السوداء للعملة ودخول تحويلات المصريين في الخارج داخل النظام المصرفي الرسمي. اهتمام الدولة بقطاع الطاقة وخصوصا الغاز لغاية ما تحولت مصر لمركز عالمي لتصدير الغاز، واللي ساهم بشكل كبير في رفع الصادرات. فاكرين لما الناس هجمت استيراد الغاز من إسرائيل والرئيس رد إننا جبنا جون كبير يا مصريين؟ النهاردة عرفنا إنه ما كانش مجرد جون، ده كان هاتريك علشان نبقى موردين رئيسيين للغاز لأوروبا. اهتمام الدولة بإقامة المصانع وتوطين الصناعات الرئيسية، وصلت لعشر تلاف مصنع منها الأكبر على مستوى العالم، وعملنا حلقة كاملة عن المصانع دي واللي تسببت في زيادة الصادرات وتقليل الواردات. اهتمام الدولة بتحسين مناخ الاستثمار وعمل بنية تحتية ومدن جديدة تلبي احتياجات المستثمرين، اللي خلانا رقم 2 في جذب الاستثمار الأجنبي في المنطقة زي ما ذكرنا. اهتمام الدولة بتحقيق الأمن والاستقرار وتطوير السياحة اللي رجعت تاني زي الأول لمعدلات قبل 2011، ونجحنا في سحق الإرهاب. اهتمام الدولة بالمشاريع الإنتاجية والزراعية، سواء المزارع السمكية أو الحيوانية أو استصلاح ملايين الأفدنة والصوب الزراعية، مقلل فاتورة الاستيراد والاعتماد على الخارج. اهتمام الدولة بالمشروع القومي لتخزين السلع الاستراتيجية سواء كان القمح أو النفط، بعمل صوامع ومخازن استراتيجية جديدة في كل أنحاء الجمهورية. رفعت الاحتياط الاستراتيجي من السلع من 3 شهور ل6 شهور، ما حمانا في الأزمة دي. اهتمام الدولة بالمشاريع القومية الكبيرة من طرق وكباري ومدن وبنية تحتية ومواصلات وسكك حديد، اللي وفرت ملايين فرص العمل ووفرت دخل حلال لملايين المصريين كانوا ممكن النهاردة يبقوا مجرمين في أزمة زي دي. كل دي كانت إجراءات استباقية بتقول إن التخطيط الاستراتيجي المتقن والرؤية المستقبلية الثاقبة هي طريق تقدم الأمم، وهي السبب في نجاة مصر مما قسم ظهور الدول الكبرى اليوم. صحيح حصل قدر من ارتفاع الأسعار في بعض السلع، ولكن ده عرض جانبي تافه جدا لما يحدث في الغرب. لو انت ما كنتش خدت الإجراءات دي وما كانتش تمت، ما كانتش مشكلتنا هتبقى زيادة نص جنيه في لتر البنزين أو جنيه في ورق العنب، كانت مشكلتنا هتكون عدم توفر السلع بأي تمن، وكان زمان الاستثمارات الأجنبية هربت وبقى في مشكلة في سداد التزاماتنا، والدولار كان زمان وصل ل30 أو 40 جنيه. وهنا ممكن حد يجي يقولك طيب شوف الديون بقت كام وكانت كام. ورغم أننا عملنا حلقة عن موضوع الديون قبل كده، ولكن برضو علشان تشوفوا الصورة كاملة هنذكرها تاني. رقم الديون لوحده لا يعني أي شيء. قائمة الدول الأكثر ديوناً في العالم بتضم الدول الكبرى والأوروبية، وإحنا في ذيل القائمة. الديون في النظام الرأسمالي الحديث هي أداة رئيسية لتسريع التنمية، وطالما أداة الدين بيتم استخدامها في البناء وزيادة الإنتاج فبتكون نعمة وليست نقمة. بالعكس، كل ما الحد الائتماني بتاعك بيزيد كل ما الدول هتعرض عليك ديون أكتر، لأنه دليل على قوة اقتصادك وقدرتك المالية العالية على السداد. البنك عمره ما هيسلفك 1000 جنيه وانت دخلك ضعيف، انه ممكن يسلفك 1,000,000 جنيه لو انت عندك مشروع ناجح ودخل كبير. من هنا نفهم ليه الدول الكبيرة هي اكثر الدول المديونة في العالم، وعلى رأسها امريكا والصين واوروبا. وطالما حجم الديون اقل من الناتج القومي لا يوجد اي مشكلة، بل بالعكس يجب كل ما الناتج القومي بتاعك يزيد تستفيد من ده وتستغله، لأنه هيمنحك فرصة للاقتراض لتسريع المشاريع التنموية. وحسن إدارة أداة الديون خلال الفترة اللي فاتت كانت جزء من قصة النجاح المصرية دي. تاني، التخطيط الاستراتيجي المتقن والرؤية المستقبلية الثاقبة هي طريق تقدم الأمم.
الحمد لله على نعمة مصر، حفظ الله مصر من مروجي الشائعات والخونة والمضللين، وجعل مصر كما تستحق أمة عظمى بين الأمم.